أينما ذهبت تتبعها أنظار الجميع، أو تحديدا أنظار الرجال. لو أنت رجل شخصيتك قوية كده وواثق من نفسك وملوي هدومك، أنثى برج الأسد هتظبطك. وطول ما أنت كلامك حلو ومظبوط وبتقول كلام كده حلو، وهي معاك زي الفل وليدي أوي في نفسها، تقل بقى بأصلك ولا تعمل حاجة كده هايفة، بالشبشب على طول. احنا بنتكلم عن البرنسس، يلا بينا. اهلا باجمل ناس واجمل عيله في الدنيا، بنكمل سلسله نساء الابراج. الليله موعدنا مع النار، انثى برج الاسد زعيمه العصابه، اشرس نساء الابراج. ولكن خلونا ارحب بيكم كده في البدايه، وادعو اللي ما اشتركش يشترك، والجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه. وتعالوا بينا بقى نبتدي كده عن انثى برج الاسد، ونتكلم مزايا على عيوب على طباع، نفهمها اكتر ونحذرك منها ونشوقك ليها، ونقول حاجات كتيره قوي انيقه جدا وجذابه من الطراز الاول، يعني فرز اول. انت معاك انثى لو انت مرتبط بيها يعني، وان كان ده صعب ان هي تقتنع بحد، فانت معاك انثى من الطراز الاول، معاك انثى من الفرز الاول، وبتحب الكلام الحلو قوي واللي يحسسها بقيمتها واللي يقول لها كلام حلو. كل ما يكون لسانك حلو كل ما تكسبها، كل ما تمدح فيها كل ما تكسبها، كل ما تثني عليها وتقدرها وتحسسها بقيمتها، هتلاقيها عسل قوي معاك ورقيقة قوي معاك وجميلة قوي معاك، وتحسسك ان انت سلطان وامبراطور وملك زمانك. انما يعني دبش وتخبط في الكلام وتتعامل معاها باهمال وما تحسسهاش بقيمتك، هتقول لك احذرني. انثى برج الاسد تقول لك احذرني المخالب على طول، هتطلع والشبشب على طول. انا بقول وبحذر والله ما بتهزر، هي كده رغم هي عصبية جدا وبتتحول في ثانية، ممكن نبقى قاعدين في امان الله وهي بقى لابسه الوش الرقيق وبتدلع كده والكلام الحلو، تيجي انت لاجل حظك الاسود مخبط اي كلمتين ما لهمش لازمه. كمل انت بقى. شايفه نفسها ان هي نمبر وان، رقم واحد، وتقود ولا تقاد. عشان كده بنقول مش اي رجل هيقدر ان هو يقود الانثى العنيده دي، عنيده كمان الكلام بيجيب بعضه، انثى عنيده قوي من الطراز الاول، وصعب ان هي تتنازل قوي الا لما تكون بتحبك، ولو اعتذرت لك يعني ده معناها ان هي طايره قوي بيك. ولكن مع هذا كله طيبه القلب قوي وكريمه قوي، ومن جواها تتاثر صدقني، وان كان هي ما بتحبش ان يبان عليها، وجدعه ومضيافه وكريمه من الدرجه الاولى. اقصدها كده، او ادخل بيتها او خليك ضيف عندها، شوف الواجب بحذافيره هيتعامل معاك ولا لا. انثى برج الاسد من الاناث اللي تحب ان هي تكون متميزه في كل شيء، وشايفه نفسها الافضل على الاطلاق، وصعب ان انت تنال منها او تنال من ارادتها او تنال من عزيمتها. يعني في نساء كده لو انت رحت وقلت لها انت شخصيتك اي كلام تحزن وتزعل وتاخد في نفسها، انثى برج الاسد بقى تضرب بكلامك عرض الحائط وتقول لك طيب انا هوريك انا شخصيتي اي كلام، ولا شخصيتي احسن وافضل شخصية انت شفتها. وخلي بالك بقى لو حطيتك في دماغها، هي انثى قوية الشخصية جدا، لذلك جذابة جدا، وقلت تجذب وتخليه كده مجنون بيها. الرجل القوي، الرجل اللي حاسس بنفسه، الرجل اللي هو واثق في نفسه، مع انثى برج الاسد بيسلم وبيرفع الراية البيضة وبيقول جبت اخر يا برنسس، ارحميني بقى وخف عليا. عندها احساس شوية بالعظمة، ما تحبش الفقر ابدا ولا الندبان. يعني انت لو راجل من اللي هو اللي الشكاي ويقعد يندب، والجوابات والظروف وحالي والدنيا صعبة وهروح منين وهاجي منين، ما هبص هتقرفها، هتقرفها بطريقة ما بتحبش فيها كده. هي بتحب الحياة ومرحة ودمها خفيف وضحكتها عالية ومملوءة بالنشاط والحيوية والعنف في بعض الأشياء اللي ما ينفعش إن أنا أقولها على الهوا. فلازم أنت تكون عارف إن أنت معاك حاجة قوية أوي 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 أوي. أنثى برج الأسد من الإناث اللي تحب إن هي تكون متميزة في كل شيء، وشايفة نفسها الأفضل على الإطلاق،
وصعب ان انت تنال منها او تنال من ارادتها او تنال من عزيمتها. يعني في نساء كده لو انت رحت وقلت لها انت شخصيتك اي كلام تحزن وتزعل وتاخد في نفسها، وانثى برج الاسد بقى تضرب بكلامك عرض الحائط وتقول لك طيب انا هوريك انا شخصيتي اي كلام ولا شخصيتي احسن وافضل شخصية انت شفتها. وخلي بالك بقى لو حطيتك في دماغها هي انثى قوية الشخصية جدا، لذلك جذابة جدا، وقلت تجذب وتخليه كده مجنون بيها. الرجل القوي، الرجل اللي حاسس بنفسه، الرجل اللي هو واثق في نفسه، مع انثى برج الاسد بيسلم وبيرفع الراية البيضة وبيقول جبت اخر يا برنسيس ارحميني بقى وخف عليا. شقية، عصبية، غيورة، شايفة نفسها ملكة متوجة، ودايما بقول ولازم انت تتعامل معاها على الاساس ده. طيب انا هعمل ده انا كرجل لانثى الاسد، في المقابل هي هتعمل لي ايه؟ هتدلعك، هتوريك اللي عمرك ما شفته، هتخليك انت كمان ملك متوج وتعيشك ملك زمانك. ده الصبر، خلي بالك مش من الاناث الصبورة اطلاقا، مش بيتوتية، تحب الحركة، تحب الخروجات، تحب الرحلات، تحب الاضواء بشكل عام، ومن اكتر النساء اللي بتتعاكس، ولانها يعني بتجذب وبتشد الرجال، من اكتر النساء اللي ممكن تتعاكس، وبقول تتعرض كمان لمضايقات، لانها صاحبة كاريزما تستفز الرجال. كل الرجال تقريبا تقدر انثى برج الاسد بالكاريزما بتاعتها تستفزهم قوي وتخرج اللي جواهم. ايه البنت اللي حاسه بنفسها الجذابه دي؟ الجذابه مش الكذابه. ايه البنت اللي ماشيه كده بتقول يعني انا مفيش مني اتنين؟ مين دي؟ مين المتناسقه؟ مين المشدوده؟ مين اللي ماشيه راسها في السحاب؟ مين اللي تحس ان هي كده؟ هي مميزه، هي تستحق الاشاده وتستحق الاعجاب. من هنا بقى تلاقي في استفزاز للرجل والمشاعر وشخصيته، فتجيبه لنفسها. عشان كده ما تمشيش لوحدك كتير يا برنسس، نصيحة مني، عشان انا مش مهم عندها ان تكون الحاجة يعني غالية قوي، بس تكون الحاجة اصلية وليها قيمة، لان بتفرق معاها. ده لو انت يعني قررت ان انت تجيب لها هدية او في مناسبة او حاجة من هذا القبيل، اوعى تروح تجيب حاجة تقليد لا ترميها في وشك، لا هات حاجة كده مش غالية قوي بس اصلية. يا سلام، مميزة، نادرة، مفيش مشكلة، ما يهمش، كل الحاجات دي هتلاقي قبول واستحسان عندها قوي. ما تحبش الفقر ابدا 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 ابدا. مش هنطول بقى اكتر من كده عشان ما ازعجكمش. الحلقة الجاية موعدنا مع قنبلة الذكاء انثى برج العذراء. دلوقتي بقى انا بقرا كل تعليقاتكم، اكتبوا لي ارائكم، الاسديات واللي بيحبوا الاسديات، واللي متعرفين اللي اتعرفوا او المرتبطين باسد انثى اسد، قولوا لي رايكم كله، يقول رايه، لان انا بقرا كل التعليقات مهما كانت كتير. ونشير بقى زي ما قلت، ندوس لايك توصل لكل اصدقائنا المشتركين في العيله اللي بيشتكوا من عدم وصول الاشعارات، واللي بيسال ازاي يتواصل معايا انستجرام فيسبوك، بنعمل لايفات فين، قناتنا التانيه مهمه قوي للفضفضه، كل الروابط دي في وصف الفيديو لو انت على اليوتيوب، وفي التعليقات لو انت على الفيسبوك. وهتوحشوني جدا، والى اللقاء.